السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. اخيرا ظهر الحق. الحمد لله، الكلام اللي كنا نهضروا فيه ما كانش كلام فارغ من اجل الكلام، ما كانش كلام فارغ. كنا نتكلموا ونقولوا يا ناس، المشكله في مش بمساعد المدرب، أرتيتا راهو ضحيه. يا ناس راكم تهاجموا في أرتيتا، راهو ضحيه. ما تتبعوش صحافه كاسكرو، ما تتبعوش هذه المواقع هذه اللي تخرب، ما تتبعوش، تبعوا العقل برك، تبعوا المنطق والعقل. مساعد مدرب يتحكم في المدرب، مش معقوله. وراح نعطيكم دليل الان بلي أرتيتا بريء، نعطيكم بالدليل. أرتيتا العام اللي فات كي كان محرز يمر في مرحله صعبه، وهو اللي يحب يتاكد عندنا حتى مشكل. كاين جوجل كما يقول الصحفي رقم واحد في افريقيا في العالم، قال لكم كاين جوجل. وي كاين جوجل صح، عند في هذه عنده حق، اللي يحب يتاكد. أرتيتا قال في صحيفه من هذا الزوج، كما غلطش، ذا سان ولا ذا ميرور، ديلي ميرور، وحده منهم. ايه هذه، ايه هذه. كي كان رياض محرز في تذبذب وفي مشاكل ودائما ما يلعبش، واش قال؟ قال باللي لما نشوف رياض محرز في التدريبات، قال مشي خارق للعاده. قال لهم جامي شفت في حياتي لاعب في التدريبات المستوى هذا، قال لهم خارق للعاده. لو كان ارتيتا يكره محرز ما يقولش عليه الكلام هذا، يقول لهم لاعب عادي ولا لاعب متوسط ولا نورمال عادي. ميكي سألوه على الصفقة نتاع محرز، قال لهم أنا في التدريبات صحيح أن نمر فترة صعبة، بصح في التدريبات قال لهم ما شفتش لاعب مستوى خارق للعادة كيما رياض محرز. هذا أرتيتا اللي قالوا عليه باللي هو السبة تاع محرز، ويقدر راك تخرط علينا وراك كسرت لنا راسنا، غوارديولا بريء، غوارديولا خطيات العنصرية، أنت اللي راك تخرط، انت اللي راك تخرف علينا، ارتيتا هو سبة المشاكل. والله غلط، ظلمناه الراجل برك، حرقنا الراجل وظلمناه، ما عندوش علاقة. خلاص نعطيكم البروف، الدليل، كيف لي مساعد مدرب يتحكم في المدرب، مساعد مدرب يتحكم في المدرب، كونوا لوجيك. السيد اليوم غوارديولا حمل الخسارة نحملها وما يلعبش محرز، وكي لعب محرز لعبوا في ربع ساعة الاخر. هاي هاي قلت انتم أرتيتا، ها أرتيتا ما كانش، أرتيتا خلاص راح الأرسنال، هاو غوارديولا، ها هدرو قولوا كان ما ضرب، زيدوا امسحوا الموس في أرتيتا، ولا امسحوا الموس في الجوال، ولا امسحوا الموس في السطار مش مليح أعوج، ولا ها، ولا امسحوا الموس في كريستال بالاس ماناش عارفين. قلنا لكم المشكلة لب القضية، لب جوهر القضية، راهو خاطي أرتيتا. أرتيتا هذا راح في الرجلين. القضية ما فيها هو العنصري رقم واحد بيب غوارديولا. صحيح ممكن يكون فيه تكتلات على لاعبين، وهذا قلتها من السابق عليك. صح، أنا هو لونترينار، أنا هو بيب غوارديولا، أنا هو المسؤول على النادي، أنا هو المسؤول على النتائج، أنا هو المسؤول على الخسارة وعلى الفوز، أنا هو بيب غوارديولا المسؤول. نحمل الخسارة وما يلعبش محرز اساسي. واحد يقول لي، واحد فيلسوف ممكن يخرج من بعد الفلاسفه، يقول لك يا ولدي تعرف خير من غوارديولا، غوارديولا راهو يدور في لي جوار، غوارديولا راهو يدور في لي جوار، كل مره يلعب مش ديما يلعب محرز اساسي. اوكي انا معاك، وعلاه دي برون ديما اساسي، وعلاه سيرلينغ ديما اساسي، ها جاوبونا، وعلاه العاهه المستديمه، العاهه اللي تسبب في الهدف التعادل، فرناندينيو اساس، كاينين المدافعين احسن منه، كاينين اوتاميندي، وكاين لابورت تقولوا مازال ما رجعش، كاين اوتاميندي، ها يهضروا، ها قولوا لنا درك، خلينا نخرطوا حنا، نخرفوا حنا، نجيبوا من الخيال، حنا خاطينا بالو ما نعرفوا بالو ما خاطينا غير نخرفوا برك، كيفاه العاهه مستديمه كما فيرناندينيو ما خرجش بنك احتياطي خلاص، دي بروين ما يعرفش الاحتياط خلاص، دائما يبدا اساس.
ستيرلينغ ها نعرفوا حنا ابن الحنون اللي بيب غوارديولا اللي باش يحابي به الانجليز. اه برناردو سيلفا ما لعبش الماتش اللي فات، لعب اليوم اساسي. هاي جاوبونا، قلنا لكم لا علاقة بقضية أرتيتا. أرتيتا رانا حقرناه السيد، رانا ظلمناه، ما عندوش علاقة خلاص بالقضية، ما عندوش علاقة خلاص. ميكل أرتيتا هذا راهو مساعد مدرب، الكلمة الأولى والأخيرة ترجع بيب غوارديولا، الفيلسوف اللي تفلسف وعقاب خسارة عقاب خسارة بسبب الفلسفة الزائدة. درك قضية رياض محرز، يروح ما يروحش، يقعد ما، انا اعطيكم اوفيسيال، مان سيتي مش حتطلبوا. ادارة الفريق عرفت المشكلة، مش في مشكلة في محرز، عرفت المشكلة مش في ارتيتا، المشكلة في بيب غوارديولا، وعرفت انه هذا اللاعب مظلوم. مهم حتى الجماهير تاع مان سيتي عتعرف القضية انه غياب رياض محرز يعني الخسارة، يغيب محرز تخسر مان سيتي ولا تتعب، هذا شيء واقع. وعد جماهير مان سيتي الإدارة عاد فيها مع القضية، باش محرز يطلقوه بالسهل هذه ما يطلقوش، يروح جوفنتيس ولا أتليتيكو ولا ريال مدريد ولا ولا ولا، ما يطلقوش مهما يكون، ما يطلقوش. هذه إدارة مان سيتي لأنها عرفت أن المشكلة مش في رياض محرز، عرفت أنه رياض محرز عنده وزن ثقيل، وعرفت أنه رياض محرز لاعب مدينة الكبار وكبير. أنا قلت هون عودة ممكن شوفانية ولا افتخار ولا سموها كما تسموها، انا قلتها ونعودها، محرز كبير على مان سيتي، كبير على مان سيتي، كبير صراحه، ما يسهلش صراحه، مان سيتي كبير عليها. انا شفته راح تبنيتكم في جوفنتيس، علاش جوفنتيس؟ جوفنتيس فريق عريق، فريق القاب، فريق النجوم، ما عندهمش هذيك الراسيزم والعنصريه، وعندهم اونترينر مليح ما عندوش العقليه تاع الراسيزم والعنصريه، هو صاري. أنا تبنيت في جوفنتيس، ريال مدريد نفس الشيء، زيدان هم معروف. إذا تجيب لي أنت لاعب عاها كيما فرناندينيو يلعب أساسي، ستيرلينغ ما يخرج، دي بروين ما يخرج، يا أخي قلت المداورة على ما دورش نحاهم، على ما نحاش فرناندينيو ودي بروين، يا أخي يدور، هاو يدور كل مرة يدور، ها ما يدورش، دور لا محرز برك، هاي محرز أخرج أخرج. يا الحمد لله أرتيتا ما كانش، أرتيتا ما كانش، ها شو كتشوف، كتشوف القائمة اللي لعبت، كانسيلو برتغالي يلعب، هارد الكوري يلعب، دارو وش اسمه زاها، دارو قنطرة صح يلعب كانسيلو يلعب، ستونز ما نقدروش نلوموه، فرناندينيو لعاها يلعب، ماندي مد البيت تاع الدوزيام بيت، غندوغان ما قناعش بصح يلعب، دي بروين كما قلت لكم دي بروين لازم يلعب دي بروين لازم باش يطلع ميير جوار، ما يطلعش محرز ميير جوار، محرز لازم يطلعش ميير جوار، لا يطلع محرز جاي من لافريك، عربي ومسلم وجاي من لافريك، لازم يطلعش ميير جوار، لازم يطلع ميير جوار، يا دي بروين يا اغويرو يا في الشامبيون تاع الانجليزي، لازم ديما يلعبوا هذا من الاساسيين، هذا هما الواجهه. محرز لعب هاميشي، هذا هو بيب غوارديولا، كي كنت نهضر كنتو تضحكوا عليا، ها درك الحمد لله الوقت عطانا الحق. سيلفا اسبانيولي انتهت الصلاحيه نتاعو، بصح يلعب لانه اسبانيولي وحبيبنا برناردو ماش ما لعبش اللي فات، لازم ماش هذا يلعب. ستيرلينغ انا قلت الابن الحنون والابن المدلع لبيب غوارديولا يلعب اساسي رغما عن انف اي واحد، على محاباة الانجليز لازم تقول لازم تلعبوا اغويرو لازم يطلع، هو السوبر ستار، يطلع هو ليجوند، يعني هو الاسطوره، يطلع هو احسن لاعب في الدوري الانجليزي، لازم يلعب اساسي. اما محرز لاعب هامشي، لاعب عربي مسلم افريقي، ما عندنا ما نديروا به. الحمد لله الوقت عطانا الحق، قلنا لك محرز مش قضيه ارتيتا، محرز مظلوم من المدرب نتاعو الفيلسوف الغبره اللي يفهم بلي يفهم بوكو شوز، خير من العالم كامل، يفهم خير من زيدان، خير من صاري، يفهم خير من لي غرون زونترينر كامل، يفهم خير منهم. قال لكم محرز نلعبوا غير ربع ساعه وانا نخسر، نحبه نورمال، نحملها خساره، مين ما يلعبش محرز. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل وقت عطانا الحق، هذا ما
في الأخير خوتي مراقبتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.